السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا اليوم امتلأت ساحات العراق بالمتظاهرين حشود كبيرة وتوافد كبير ومظاهرات نسوية كانت بارزة حقيقة في ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية، رسالة واضحة من النساء العراقيات أنهن مشاركن بكثافة وبقوة ولهن تأثير فاعل على الأرض طبعا، وهن يتقدمن في كثير من الأحيان أيضا حتى صفوف الرجال للمطالبة بوطن لإسقاط هذه العملية السياسية ولإزاحة الأحزاب الفاسدة من حكم العراق. اليوم طبعا شهدت محافظات مختلفة من العراق هذه المظاهرات، فعاليات كبيرة ومشاركة واضحة للنساء العراقيات في هذه التظاهرات. طبعا سنتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، لكن أود من حضراتكم أن نشاهد بعد قليل بعض المقاطع التي أود أن نعرضها لحضراتكم، وبالطبع هناك من شاهدها لكن لمن لم يشاهد. طبعا كان هناك موقف حصل أو حادث حصل للناشط إدريس البركي بعد انتقاده النائب فالح الساري على مواقع التواصل الاجتماعي. النائب البرلماني طبعا قام برفع دعوى قضائية ضد الناشط، وحكمت المحكمة طبعا لصالح النائب بدفع غرامة مالية تتوجب على الناشط 1,000,000 دينار عراقي. اشترط النائب على الناشط المدني أن يقوم بالاعتذار، لكن الناشط رفض الاعتذار لهذا النائب باعتبار أنه واثق من ما كتب وما نشر، وأن هذا النائب متورط بقضايا، وأنه طبعا كانت هناك قضية تخص النائب فالح الساري. بعد هذا الحادث طبعا بقي الناشط إدريس في الحبس، وشرط المحكمة وطبعا وفق قانونها أو الدعوى القضائية التي رفعت أنه يجب أن تدفع غرامة مالية تقدر ب1,000,000 دينار عراقي. فورا انطلقت حملة لجمع مبلغ 1,000,000 دينار عراقي من ساحات التظاهر من أجل إخراج أو دفع كفالة الناشط إدريس. دعونا نشاهد هذا المقطع من ساحة الرميثة في محافظة المثنى وقيام المتظاهرين بجمع هذا المبلغ من المال، فنشاهد. التبرعات حملة إلا ربع ويستاهل النائب إلا ربع إن شاء الله. احكي عيال هذا رجال دفع كم ربع؟ والله أنا يا بني دمعة لقاسم ما يتعوض، وهم هم كانوا مسؤولين على الشديدة، يعني دمعة لقاسم ما يروح، وسالفة تدريس وأعتقد يعني خزي وعار عليكم كلكم، كل السياسيين بما فيها ننتقد ونبقى واضحين وبالساعة، وهاي شفتوها على أربعة. ترى القضية مو قضية ربع، قضية رسالة، قضية انتقاد بشكل سلمي حضاري منطقي، يعني شوية خلي يستحون. أرجع وأقول علي قاسم قتل ما مات، علي قاسم استشهد، علي قاسم هو كان بذرة من أجل ثورة تشرين، علي قاسم كان وحاضر ويانا. إذا إدريس يجوز دفع 1,000,000 بس دم علي قاسم لا يتعوض بمليون ولا بمليار. لو نقدر كنا نتبرع الدم حتى علي قاسم يرجع، شان تبرعت هاي الناس. احسنتم. يعني خزي وعار عليهم ومستمرين بحيل الله، اذا مو يوم يتحاكمون يجي يوم يوقفون قدام المحكمه حالهم حال اي قاضي. واحنا هنا موجودين حتى يجي هذا اليوم، جمعنا لكم الارباع، بس المليارات اللي اخذتوها من المشتقات النفطيه يا تيار الحكمه، والله نطلعها من عندكم، نطلعها. فالح الساري طبعا هو نائب عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وكثير من تهم الفساد تحوم حول هذا التيار ومسؤوليه ونائبيه أو نوابه البرلمانيين، وطبعا قضايا كثيرة ترتبط بهم بفساد وصالات قمار وغيرها من هذه النوادي الليلية وغيرها من القضايا المرتبطة بتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم. طبعا حالات الدعم والمساندة لا تقف عند هذا الحد فقط، حيث طالب ناشطون في كربلاء أهالي المحافظة بدعم المعتصمين اللوجستيا عبر التبرع بالملابس المستخدمة والأغطية والمفروشات لمواجهة ظروف الطقس السيء والبرد القارس، فنشاهد. إن شاء
شباب احنا ناكد على الدعم اللوجستي، يعني هذا ابسط شيء تقدرون تقدمونه، يعني الملابس القديمه الهاي يا اخي جيبها هذه بالساحل العالم تستاهل، اكو ناس محتاجه هنا، فاتمنى من عندكم انه تاكدون على الدعم اللوجستي. طبعا تجاوز الموضوع دعم المتظاهرين في الداخل، في داخل الساحات، توسع الموضوع لجمع تبرعات لدعم مرضى السرطان في العراق في ظل انهيار طبعا المؤسسة الصحية في العراق وابتعادها كل البعد عن القدرة على علاج المرضى في العراق. فبدأت ساحات التظاهر، وطبعا بدأ هذا الموضوع في محافظة واسط ساحة الكوت من أجل جمع تبرعات لمرضى السرطان في العراق. دعونا نشاهد. احنا مجموعة شباب على مستوى محافظة واسط بادرنا لهاي المبادرة اللي احنا الدولة ننتظر من يومها تبادر قبلنا، لان احنا مجموعة شباب نشوف شنو الوضع الصحي بالبلد. وضع الصحي مو تمام، وضع الصحي ماكو ضمان لهذا المرض اللي هو مرض السرطان، اللي هو لازم العلاج الخاص. العلاج الخاص يكون من اول شيء من مبادرة الدولة، توفير العلاج، كفاءة الاجتماعي، الضمان الاجتماعي. بنفس الوقت احنا بادرنا بهذا الشيء البسيط اللي ممكن نسميه بسيط، بداية ان شاء الله جيدة جدا، اللي هو وصلت التبرعات بنسبة 50% واكثر، اللي بادر به الموظف، واللي بادر به الشاب اللي هو اجر يومه، واللي بادر به الفقير، واللي بادر به الغني، كل فئات المجتمع. مشاهدينا نبدأ من أول اتصال معنا في هذه الحلقة، السيد أبو ياسين من الديالة، تفضل يا أبو ياسين. حياك الله يا محمد. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. هو العراقيين دائما سباقين بالخير، بارك الله فيهم، اللهم لك الحمد. جمع حقوق وسددوا هذا المبلغ المليون، هذا كله تنكيل للقضاء الفاسد الفاسد، وتنكيل للحكومة اللي تقودها العراق. واليوم محمد تحية لهذه المادة العراقية البطلة الفرد اللي يتحدث كل لو كان مبتدا. اليوم هو من قبل كم يوم يصلح صالح قدري يقول ما محجبات. طيب اذا انت معظم عن حجاب والحجاب، يعني كم ارمله رمنتم؟ كم يتيمه يسرتم طالع عليكم؟ هاي اخلاقكم، هاي ثابت كذب على الشعب. نعم. نعذر اللسان للنظام، انت ما عرفت زين. اسمعني محمد، تقدر في بغداد زين عشان تتحايش هناك، هو يتدخل على الزينبيات تحت المشينة الزينبات، الزينبيات اللي تطوع يعني وش هاي يجيبون هاي المهزله لنفسهم. هو شوف الى ممهدون، الى سرايا سلام، الى قبعات مقتدى الصدر. اليوم انا بقول له يعني هذا بارك الله بك حقيقتك للعالم، يعني يقول رحم الله عمران عرف قدر نفسه. احنا اصلا ما نحترم نهائيا، ولكن اللي يسعدنا جدا اليوم الشارع قاعده ما تنهوها بعد ما له كل احترام حتى بجمهوره، يعني نعم وصل العراق الى دمار، يعني هو مهيمن على اكثر من الحكومه. هو اليوم هسه شيرين الزنابيد وعده همنا هم الحكومه وهم الشارع ما يحصلها، هذا هيهات هيهات واللي بعد هيهات هيهات. شكرا يا ابو ياسين، كنت معنا من ديالى، شكرا جزيلا لك للمشاركه. معنا السيد حيدر من كربلاء، تفضل يا حيدر. حيدر من كربلاء موجود؟ يبدو ان حيدر من كربلاء غير جاهز معنا. عثمان من امريكا، تفضل يا عثمان. عثمان السلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمد. تحية لك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسلمك. أستاذ محمد أنا حقيقة أريد من خلالكم أوجه نعم استنتاجاتي منذ الأمس إلى الآن نعم على الكاذب مسيلمة الكذاب عبد الكريم خلف عندما قال بالأمس أنه شكل لجان لمنع الذين يساهمون في منع في الأضراب عن الدوام. حقيقة أنا ربطت الموضوع تماما مع تغريدة مقتدى الصدر بحل القبعات الزرق، فلعل حل قبعات الزرق هو انضمامهم إلى عبد الكريم خلف، لأنه الأهداف نفسها لو ترجع أنت لحد ما يعني خلال هذا الأسبوع الماضي ستجد نفس الأهداف، هي أنه عودة الدوام ويعني وفتح الطرقات. هو شبقى بالمظاهرة إذا أنت تفتح الطريق
وتخلي الدوام يمشي. اشبقه بالحقيقه بالثوره. هاي نقطه مهمه. نعم. واحب اوجه رساله لشركائنا في الوطن الشيعة العرب. اريد اقول لهم اذا كان عندكم حزب الدعوه فاحنا عندنا الحزب الاسلامي، فهم من منطلق واحد، هم ايضا سبب خراب البلاد، فلا يختلفون. يعني احنا الاذيه اللي نمر بها نفس الاذيه. يعني رجاء لا حد يزايد ولا حد يقول ها والله انتم ما اعرف ايش، فاحنا نفس العذاب نفس الاذيه. احنا عندنا الحزب الاسلامي هو اخطر واشد خطوره من حزب الدعوه، لان حزب الدعوه بالله نقول شيعي. طيب. ويا الشيعه بس هذا سني لكن تابع لإيران، والدلائل الموجوده وان شاء الله تتذكر كلامي. كل السياسيين يا سيد عثمان. نعم. كل من في العمليه السياسيه بغض النظر ينتمي لمن، لاي تيار، لاي حزب، لاي جهه، كل من شارك. نعم. في العمليه السياسيه هو مساهم ومشارك فيما حصل للعراق كبلد بشكل عام وللعراقيين بشكل خاص من أذى، من فساد، من جرائم، من انتهاكات، من دمار. الجميع مشارك. أشكرك يا عثمان، كنت معنا من أمريكا، حتى لا يكون الموضوع عبارة عن سنة وشيعة وهذه النغمة الغير محببة الآن ومرفوضة رفضا قاطعا. يعني من يقولون إنهم يمثلون الطرف الفلاني أو يمثلون الطائفة الفلانية لم يقوموا بتمثيلها بالشكل الصحيح، لم يقدموا خدمات، لم يقوموا بإعمار، لم يوفروا لهذه الطائفة التي يدعون تمثيلها، يوفر لهم حياة كريمة، حياة رغيدة، عيش كريم، يعني مستلزمات الحياة الأساسية لأي إنسان في العالم، لم يقدموها للعراقيين، قاموا فقط باستغلال ثروات البلد لمصالحهم الشخصية بغض النظر هم ينتمون لمن. حيدر من كربلاء رجع ويانا. حيدر تفضل. هذا السلام عليكم جاسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا أخي والله ملينا من قطاعات الجنيه، قطاعات الزرق، ماذا قطاعات الصفر، وين احنا قبل هيك عايشين؟ وين فيش عالم؟ نعم. يا أخي والله العظيم مشكلة يا أخي، تجيك الحكومة. نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع حيدر من كربلاء. نشكر حيدر للمشاركة معنا. علي من الناصرية تفضل يا علي. شكرا شلونك أخي ونسر قناة هاي الموقرة. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. تقريبا نصف الحكي اللي جيت أقوله أنا وحكيته قبلي، وأنا أشكرك على قضية الأحزاب. نعم. المهم خلي يعرفون أخواننا اللي احنا بالوطن، اول شيء الشباب اللي بالجنوب عرفت اهم شيء هذا، وعرفت شنو معنى الوطن الواحد. صحيح. واحنا لحد الان عندنا انتصار كبير على الاحزاب اللي تندعي بالاسلام، والاسلام درم. يعني احنا نعرف الاحزاب اسم الاسلام او جزء من الاسلام من تروح على حررها، مو يحررها وبعدين يعيرها يقول انا والله حررتك وقلعك وبعد عن بيتك يعني وين ما يخليه يرجع. نعم. المذهب وهذا هذا ما ينتمي لنا ترى. نعم. احنا اهل الجنوب ما ينتمي لنا، ما تنتمي لنا، مو اخلاقنا هاي. نعم. بالعكس بل انفسنا. نعم. والشغله الثانيه بالنسبه لسيد مقتدى، سيد مقتدى انتصار احنا كشفنا حقيقته، يعني هذا للمستقبل، انتصار مستقبلي. احنا هسه بالانتفاضة نسميه انتصار للمستقبل، يعني ما راح بعد لا هو ولا الاحزاب جملة وتفصيلا. نعم. وخلي يكونون على بينة كل المحافظات العراق. احنا عندنا مشروع خاص وطني استنتاج الفقر العشناء ومن الظلم اللي صار على كل محافظاتنا. المناطق المحررة أبقوا. أنا حط لكم ولا صحيح من طلعونا راح يجي لكم إرهاب، ونعرف الميليشيات الجسارة مع كل الأسف هذا الحكي. الضباط مالتهم القائد مالتهم هم يدرسونهم المرجع الطائفية وفيها بريد. احنا شعب مناطق الجاهة تطلع مباشرات، احنا من عندهم خل توصل فكرة للناس جميع
مثلنا وجميع الأحزاب في كل المحافظات الشمالية والغربية لا يمثلونهم، لا يقشمرون بهذا الحكي مع احتراماتي لهم. وصلت الرسالة يا علي. أنا أشكرك يا علي من الناصرية، شكرا جزيلا لك، وضحت الرسالة. وهذا هو رد كل عراقي على هذه الأحزاب بغض النظر هو ينتمي لأي مكون، لأي طائفة، يسكن في أي مكان في العراق. هكذا يرد العراقيون على الأحزاب بغض النظر من هي، إلى من تنتمي، إلى من تتبع، ما هو هدفها أو شكلها أو رسالتها بغض النظر. أم أحمد من الديوانية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك؟ أي نعم تفضلي، أهلا وسهلا. أول شيء تحياتي لكم والقناة دجلة. والقناة تحياتي لكم والقناة دجلة. أم أحمد، أم أحمد نعم. أنت على قناة الرافدين الفضائية. أدري أعرف أعرف، بس أنا كنت متابعة القناة دجلة، آسفة. أعتذر. أي بس أريد بس متشرف أم أحمد، تفضلي كل الهلا. الله يخليك، شكرا. ماك فرق إن شاء الله بيناتنا، إحنا أهل. نعم تفضل. بس ردت أقول السيد مقتدى اللي حرم النساء بالمظاهرات، نعم، ليش ما يحرم الدماء، الدماء البريئة، دماء الشباب الراحل، هذا مو حرام؟ يعني اشتلعنا إحنا الإخوان المسلمين، يريد يصلنا الإخوان المسلمين بالعراق. يعني من يقتلون الشباب البريئة، هاي مو حرام؟ المرأة شاركت بتاريخ الإسلام، شاركت بالحروب وبالمعارك وبكل شيء، المرأة شاركت. نعم. يعني هو بس يحرم المرأة تطلع بالمظاهرات ويحلل الدماء تنقتل، يعني شاب بريء يكتله هيك بدون ما شايل سلاح يغدرونه غدور، هذا مو حرام علي مو؟ وبعد أريد أقول شيء. نعم. أطلب من إحنا ساستنا ما يدري يسمعونا، أطلب من النواب محمد الكربوني وكل نائب شريف ما يصوتون لمحمد علاوي، لأن نفس اللي جابوا عادل عبد المهدي جابوا محمد علاوي. بس يا أم أحمد، بس يا أم أحمد أنا هنا حختلف وياك شوية، إنه العراقيين يريدون إلغاء هذا البرلمان كله بسياسيه وبنوابه، وهاي الأشخاص أو هؤلاء الأشخاص اللي مشاركين بالعملية السياسية بأي صفة كانت من 2003 ولغاية هاي اللحظة، حتى لو دخل العملية السياسية البارحة هو موافق ومشارك على شروط وبنود هاي الأحزاب، وبالتالي هو مرفوض من قبل الشعب. يعني احنا حضرتك بدك تترجين من أشخاص هم مشاركين فعلا في العملية السياسية ومو اليوم البارحة، صار لهم سنين. طيب صوت الشارع يقول احنا ما نريد أي شخص من هؤلاء، أريد واحد وطني مستقل. دولة ممكن يطلعون واحد مستقل؟ يعني احنا صحيح يعني هم ما سوون شيء، يعني صار لنا قد احنا تعبانين، والله العظيم كل العراق تعبان. بس وخاصة هذا وزير الداخلية، يعني لا حمى المتظاهرين، لا دافعوا عنهم، مخلي القوات الأمنية بدون سلاح، يعني هذا هم لازم يستقيل، هذا ما نريده. وأطالب من، يعني من هو اللي أطالب منه؟ من هو يعني؟ من خلال قناتكم أطالب المتظاهرين. نعم. لا يرجعون، احنا وياهم ومساندينهم. والله أنا هسه كنت أبكي على هاي أم مهند، أبكي وياها، هي تبكي على ابنها وأنا أبكي وياها. نعم. أقول ليش هيك يصير بينا؟ يعني إيش ردنا احنا؟ طلعنا بسلاح؟ بمن طلعنا؟ طلعنا بس بالعلم العراقي، ليش هيك شيء يصير بينا؟ نعم. يعني هم حرام عليهم، مجرمين، عصابات، يعني حكومة عصابات. نعم. حكومة مافيات مجرمة قتلة. شكرا يا أم أحمد، كنت معنا من الديوانية، شكرا جزيلا لك للمشاركة. معنا أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما بالنسبة أنا أحيي المتظاهرين على هالروح الحلوة الجميلة اللي بيها يشاركون إخوانهم المعتازين. نعم. ويتبرعون لكل المعتاد واللي استشهد واللي ما عنده هاي الروح. أنا أتمنى من السياسيين يتعلمون شوية الأخلاق من هالشباب الحلوة اللي دا يتعلمهم الأخلاق. هم ما تعلموا
ما كلش ما تعلموا غير البوق والنهب والسلب. مع هذا يقتلون. اما 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 مقتدى من يريد يحرم النساء فهو قاتل، هو يقتل النساء. لماذا يحرم النساء في المسيرة وهو يقتل؟ هو وجماعته هو وهادي العامري والخزعلي هم هذول اهل، خلينا ندعون عرايمهم احسن لا يدعون بالدين، هذول مو رجال الدين لانهم ما يعرفون الدين، هم خلينا يقعدون بسطيات ويقعدون يبيعون لبلبي الى احسن. طيب طيب وانا اشكرك. شكرا يا مزهر. احمد من البصره تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا نشكركم على البرنامج. الله يسلمك حياك الله تفضل. عندنا كم نقطة نحب نوضحها لكم بس لا تقطعها. تفضل يا أحمد. أنت جاي تشوف الوضع بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين. نعم. عكس الطبقة السياسية، الطبقة السياسية هي طبقة فاسدة. نعم. الكل متفق على هالشيء. لكن أنت لما تطلع متظاهر وأنا مواطن. هسه كنت سائق، كنت صاحب محل، كنت يومي، كنت موظف مو؟ نعم. لما اجي تقطع هذا مو افراط ولا مغالطه، تحرق شارع من الطول للعرض. هذا انت اذا بعد شارع ايش تسوي؟ زين اذا صرت انت بمكان ايش راح تسوي بالبلد؟ انت اللي عنده حب الوطن ما يحب الشارع. عند حب الوطن ما شرح الدماء. احمد سيد الوطن. احمد سيد احمد انت انت حبيب. منو تقصد؟ انت منو تقصد؟ اقصد المتظاهرين اللي يدمرون. طيب. الحركه والشارع عكس ما يطلع. انا خلي انا اكون انت تكون ويا. شوف يا احمد، شوف يا احمد، حتى بس ارد لك على هذا الكلام، وهذا الكلام طبعا من اختصاص، من اشخاص اختصاص في القانون الدولي والانساني. التصعيد السلمي للتظاهرات يتم، نعم، عن طريق حرق الإطارات وإغلاق الطرق. هذا يعتبر من أعلى درجات التصعيد السلمي في المظاهرات السلمية. هذا ليس كلامي، هذا وفق القانون الدولي والإنساني اللي أتاح للإنسان حرية التعبير عن الرأي. عندما لا يجد من يسمع ويجد من يقمع، يقوم بعملية قطع الطرق وحرق الإطارات كنوع من أنواع التصعيد السلمي. اللي دا يصير بالعراق هو هذا. لكن تقول لي حرق مؤسسات، أتحدى واحد من أي محافظة عراقية يثبت أن المتظاهرين قاموا بحرق أي مؤسسة حكومية. مصارف موجودة يمهم بغداد والبنوك موجودة حواليهم ولم يقوموا بحرقها. مصرف الرافدين من احترق قاموا يطفوه. أي يعني لا تقصد، لا تدخل في هذا الإطار أنه اللي يحرق شارع إذا طب مؤسسة شي يسوي. تفضل. نفرين، اذا نشوف واحد ثالث يحرق الجامعه شخص متكتر، ما نعرف عن هناك النفرين اللجنه القوات الامنيه اللي يضرب القوات الامنيه، هاي قوات الشعب هذا اللي يضرب. طيب انا اشكرك يا احمد، شكرا جزيلا لك. المشاهدين طبعا حديث السيد احمد عن من يضرب القوات الامنيه، من الذي يحمل السلاح في وجه الشعب وفي وجه المتظاهرين السلميين؟ أليست هي القوات الحكومية والميليشيات؟ ابحثوا عن ما تسميه الحكومة الطرف الثالث الذي يحمل السلاح والذي يقوم بعملية الاغتيال والذي يقوم بعملية إطلاق الرصاص على المتظاهرين. القوات الحكومية ليست كلها، لكن جزء كبير منها مشارك فيما يحدث للعراقيين من قمع. شاهدتم ما حدث في بغداد، شاهدتم ما حدث في الناصرية، في كربلاء، في البصرة وغيرها من مجازر أو انتهاكات تحدث من قبل هذه القوات. أبو مهدي من الناصرية تفضل يا أبو مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي، شكرا. حياك الله. أهلا وسهلا. أنا أشكر قناة الرافدين. حياك الله. وأشكر كادرها. ملاحظة عندي بسيطة عن المظاهرات. تفضل. أنا جاي أريد أنشد أو أسأل المتظاهر هذا الجاي، يقول الطرف الموجود المدة السابق بالمظاهرات الجاي هسه مضيع مسيرتين، يعني مسيرة المتظاهرين ومسيرة الحكومة. لا هو طرف حكومة ولا هو طرف المظاهرة هاي السلمية. طيب. هل المتظاهر هل وعى على هذا الطرف الجوكر اللي بالنص هذا؟ طيب.
ليش متيهين الطرف هذا ومركزين على بس الاحزاب الاحزاب الاحزاب؟ ليش ما تنتبهون على هذا الطرف اللي بالنص؟ المتظاهر انت جاي تشوفه يحرق وجاي يخرب وجاي يحرق اطارات، ترى هذا مو متظاهر، هذا مو متظاهر من وجهه نظرك هذا. اي من وجهه نظره مو متظاهر، هذا جاي يخرب وجاي يندفع. اي طيب ابو مهدي، المظاهره المظاهره ابو مهدي، المظاهرات الان 5 اشهر وهي ماشيه باطار نعم. سلمي، وهي ماشيه باطار سلمي، تعرضت لكل انواع نعم القمع، تعرضت لكل انواع القمع، اخرها اللي صار من ميليشيا مقتدى الصدر القبعات الزرق وسرايا السلام واللي سووه بالمتظاهرين نعم. من قمع واعتداء. طيب لما احنا لما المتظاهرين لما المتظاهرين اقول لك احنا ليش مخلين مقتدى الصدر بالخط الامامي؟ ليش مسيهين الاحزاب كلهم مخلين بس مقتدى الصدر والقبعات الزرق؟ طيب بالفترة الأخيرة، بالفترة الأخيرة أنت متابع، أنت تقول حضرتك متابع. بالفترة الأخيرة من اللي قام بالاعتداء، من اللي قام بالاعتداء عن طريق القبعات الزرق وسرايا السلام على المتظاهرين وارتكب مجزرة بمحافظة النجف أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين شهيد وجريح، من؟ هل كان هذا أكو شيء يثبت عليهم؟ طيب أنا أشكرك، هاي موضوع الإثبات وما إثبات، المقاطع انترست والناس يعني صار حتى الطفل اللي بالشارع صار يعرف الحقيقة، شكرا. أبو مهدي من الناصرية. طيب مشاهدينا الكرام دعونا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. السلام عليكم إخوان، احنا طلبنا مليون دينار، مليون ساحة السماوة، ساحة الرميثة، ساحة الباخية بالسماوة، ساحات العراق، الموجودين في بغداد والتحرير، الموجودين بالبصرة، اخواني ثقوا بالله، هو مليون دينار طلع بس من ساحة الرميثة، بس من ساحة الرميثة، جزاكم الله خير. انا اعرف ذولا مجادية القانون يعني ما راح يكتفون بهذا المليون، وعلى اساس يخسرون العراقيين هواي ملايين، لكن صدقوني هو هذا المليون وكلش كافي وزايد عليهم، ورباع والله ما ندفع غير الربع، شو تدفعون؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بحديثنا في حلقة صوتكم عن اخر التطورات في الساحة العراقية فيما يخص ثورة تشرين. طبعا المشاركة النسوية في ساحات التظاهر كما قلنا بارزة ومؤثرة بشكل كبير وفعال. دعونا نستعرض بعض المقاطع مع حضراتكم الآن عن مشاركة النساء العراقيات في التظاهرات. أعداد كبيرة طبعا من طلبة جامعات وكليات بغداد شاركوا واحتشدوا في ساحة التحرير وسط العاصمة، وأظهرت طبعا لقطات مصورة مسيرة كبيرة نظمتها نساء العراق وهن يرددن هتافات مؤيدة للثورة ولمطالبها المشروعة، فلنشاهد. طبعا نبقى في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وتأكيد من المتظاهرات أن هذه المسيرة النسوية جاءت ردا على الأحزاب التي تريد الانتقاص من دور المرأة العراقية، وبينا طبعا أنهن جزء من الشعب ومن واجبهن المشاركة في صناعة التغيير وإسقاط هذا النظام واستعادة الوطن، فلنشاهد. الثورة هي عبارة عن قوة نسائية خارجة للشارع العراقي، التعبر عن الشعب العراقي بالتحرير، ما نريد احزاب، نريد شعب يريد يعيش حاله حال الشعوب المنتظمه، نريد نظام، نريد ما نريد احزاب، نريد نظام يسقط، نريد رئيس بخير يفيدنا. يعني الشباب هذه شنو ذنبها حاليا؟ اصلا احنا ما نخاف من هاي الامور، هم كل ما يقمعونا وكل ما يخطفونا احنا نزيد بدال 10 نصير 100، فهاي الامور ابد ما تخوفنا.
لان احنا طالعين عن هدف واحد انه احنا عايزين وطن. والله احنا نريد وطن، نريد بلد نكون مرتاحين به، بلد نفتخر به. احنا رغم اللي احنا نفتخر به هالبلد ونحبه بعدنا، بس نريد نطرد شك وفاسد موجود. طبعا نذهب الى محافظة كربلاء، وبعد ان دعا مقتدى الصدر الى منع مشاركة النساء في التظاهرات، طبعا قال المتظاهرون في ساحة الأحرار وسط المحافظة، وسط محافظة كربلاء، ان محاولات الصدر لمنع مشاركة النساء جاءت بهدف افشال التظاهرات وتقليل زخمها. وعد المتظاهرون في كربلاء ما صدر عن الصدر في تغريداته الأخيرة طعنا في الانتفاضة ومطالبها المشروعة. فنشاهد. طبعا بعض الساسة ينتقد النساء المتواجدات في الساحة. طبعا قبل الانتقاد من المفترض أن يشاهد نفسه ويتكلم بأدب عنهن، هذني حرائق العراق ونساء صادقات شريفات خرجن للتظاهرة وحملن هموم الوطن. احنا طالعين مظاهرات على مدى سقط الحكومة، يعني كمجتمع رجال ونساء لما انت تجي وتوقف وتقول انه لازم بس رياجيل ماكو نسوان، انت هنا شنو تريد ترجع للعصر الجاهلي لما كانوا يدفنون المرأة وشي وهاي؟ بسبب الأوضاع والوضعية مال العراق تعبانة، طالعين على متسقط الحكومة، المفروض توقفون ويانا مو تصيرون ضدنا، وإذا انتم ما عاجبكم هذا الوضع فتقدرون تنسحبون وتعفونا احنا بالمظاهرات. إذا أشرب من أي واحد قاعد بالبيت، أشرب من دول السياسيين الباقونة جايين الظاهرين يريدون حقهن. إجاهدنا هنا أحسن من ألف واحد قاعد بالبيوت. أنا واحدة من تظاهرات فلكة الأحرار اللي هي بكربلاء المقدسة. سمعنا بعض الكلام إنه يقول إنه ما عاجبهم تواجد النساء أو الفتيات في التظاهرات، وإنه التظاهرات وجود الفتيات بها هذا يخربها، أو الاختلاط حرام أو الاختلاط ممنوع. أسباب يعني مو معقولة كلامهم، لأنه أول شيء إحنا بشر عاقلين وفاهمين ونعرف من انه احنا طالعين على ثورة نريد مطالبنا، ما طالعين على شيء ثاني. عاد الناس اللي تفكر انه احنا طالعين على مود انه نلتقي مثلا باشخاص ونسوي اشياء مثل اللي متوقعينها بعقلهم، هذا شيء غلط، لانه هذا تفكيرهم، هم يحسبوننا احنا مثل تفكيرهم. ما نقول تفكير مريض بس ناقص ياخذها على نفسه عاد اللي يفكر هالشيء. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. احمد من ديالى، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختك والقناة الرافدين المؤثرة. حياك الله. حياك أحمد عباس، شاعر وناشط مدني من كربلاء وحملين. نعم. طبعا عندي مشاركة صغيرة فلغت الكلام يخص ومختلف هذا. شلون يا أحمد؟ عندي مشاركة يعني قصيدة فما راح أقرأ. راح أعط على كلام الإخوان اللي أشوا على مقتدى الصدر. بعيدا عن سرايا السلام وأصحاب القبعات الزرقاء، يعني ما أعرفه ولا متابع له، بس بالفترة الأخيرة تابعت التغريدات وما يخص مقتدى الصدر. طبعا هو عجيبة غريبة صراحة. نعم. عرفت سيد مقتدى الصدر إنه هو الإمام المهدي عجل الله فرجه صراحة. شلون؟ شلون يا أحمد؟ اكتشفت أن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي عجل. طيب شكرا يا أحمد. محمد بن السماوة تفضل. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية إلى قناتكم الرائعة. حياك الله أخي العزيز. نعم. حين سجل التاريخ ملحمة بطولية المنتفضين العراقيين الشباب، تظل الأجيال تتناقلها جيلا بعد جيل منذ خمسة أشهر، وهذه الملحمة لم تكن شاهد على مأثرة للتضحية والفداء من أجل العراق والثبات على المبدأ للعراقيين فقط، بل امتدت أضواؤها إلى محيط الكرة الأرضية، بحيث استمد شعب العراق عزيمة وأصرار بعدم المهادنة والاستسلام للفاسدين والطغاة. نعم. والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل العراق الذي أعوجت موازينه ومالت قيمه باتجاه الخروج
على المبادئ وتسخير الإيمان في دار أعمار دار السلطان. اللهم أعنا على الفاسدين السياسيين وعلى من والاهم من المقطمين والدائحين، واجعل نفطنا يا عزيز يا جبار نارا زقنبوتا يأكلونها في بطونهم. قولوا لمحمد توفيق علاوي اذهب إلى برلمان الحفافات والحفافيين واتكي على دستور الغزاة، بل اطلبوا منه أن يحل البرلمان ويوقف العمل بدستور الفتنة ويؤسس السجون بالحرامية والخائنين حتى تتعفن أجسادهم الوسخة وأرواحهم الشاذة. لقد خرج. شكرا شكرا يا أحمد، أكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. أحمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز حياك الله، أهلا وسهلا أخي العزيز. العراق الموجودات العراقية كلش مشرفة. البارحة بساحة الخلاني باللي هي ودنا يعني بين المتظاهرين وجو مجموعة من صار حديد بيناتنا. قلنا قلت ليش قلت تضربنا؟ احنا شنو نسوي؟ احنا جايين من طالعين حتى احنا في الوطن نريد نعيش حالنا حال العالم، ليش قلت تضربنا؟ انا اضربكم انا قال ما اضرب عليكم انا اضرب فوق. الاحزاب هي اللي قاعده تضرب. ليش يعني فدوقفوا من عندكم مشرفه؟ فنضموا الشعب حتى نوقف اخوه مشرفه. الحديث بانه يقول احنا ما لنا شغله، احنا وياكم الاحزاب هي تضربكم يعني. طيب. شكرا يا احمد، كنت معنا من بغداد، اشكرك للمشاركه. ابو عبد الله من لندن، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا اخي محمد انا اريد ارد على الاخ احمد البصره، قال المتظاهرين وذاك الاخ من ابو مهدي ولا مهدي من ناصريه اللي قال انه احمد اللي قال ان المتظاهرين يعتدون على القوات الامنيه. هو اولا لماذا نسألهم هذا السؤال، لماذا الناس خرجت ضد الحكومة ضد لماذا؟ هذا السؤال يعني سواء كان نوري مالكي سواء كان عادل عبد المهدي حيدر العبادي إبراهيم الجعفري كل المسؤولين من 2003 هؤلاء المسؤولين. يعني مثلا أنا أعطيك دليل، مالكي أنتم نقلتم صورة وصوت يقول كلنا فاسدون، يعني يقر بالفساد ويعني ظلم الشعب العراقي. الناس ياكل من الفتات، يعني الناس ياكل يعني من الزباله يعني. والعراق اغنى بلد في العالم ثرواته، لو هناك حكومه عادله يعني الشعب يعيش في رخاء وامان. فانا اسال اي منتسب امني سواء كان من الشرطه والجيش اذا يدافع عن هؤلاء، لأن هم إذا كانوا يربطون نفسهم عقائدياً بالإمام حسين وإمام علي ومسلمين، فإن الله عز وجل يقول يعني يقول في القرآن ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. فهؤلاء أضلوا يعني هؤلاء مجرمين. كيف واحد يعني 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 عندما تقرأ سيرة الإمام علي أو الإمام حسين أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خونة ويعني مجرمين ويعني سرقوا خيرات الشعب العراقي. فأي منتسب سواء شرطة أو جيش يدافع عن هؤلاء فليعلم أن مصيره يوم القيامة سوف يحاسب. شكرا يا أبو عبد الله من لندن، شكرا جزيلا لك للمشاركة. أحمد من بغداد تفضل يا أحمد. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا سؤالي المقتدى الصدر، يعني من يصف المتظاهرين بالجوكرية، أنا أريد هسه أسألك أنت حاليا من هو الجوكر؟ الجوكر مو هو اللي نفسه ينطبق عليه مواصفات اللي يطبق عليه أكثر من جهة أو صفة أو كل الصفات يعني ترهم له بنفس الوقت؟ يعني الجوكر نفسه اللي يصير حزبي ويصير سياسي ويصير رجل دين ويصير تبعي ويصير وطني ويصير ميليشياوي ويصير جمهوري ويصير فقير ويصير غني.
هو نفسه هذا اللي يصير جوكر يلهم بكل مكان وبكل صفة، فمو الشخص والمتظاهر البسيط اللي طالع رايد بس وطن، بس هاي الصفة رايده، يريد يصير وطني ويريد يصير عنده وطن يحكي به ويفتخر به. هاي شغلة. شغلة ثانية يعني مقتدى الصدر من ذاك اليوم 2003 لحد الآن شنو سوى للوطن؟ شنو سوى للفقرة؟ شنو سوى للأيتام؟ شنو سوى للوطن ينتقل هو على الأقل؟ هو نفسه اللي قال ما أريد ما أصير مثل دول اللي رجال الدين اللي عندهم حمايات ويتفيكون. هو نفسه اللي عنده طيارات وجكسارات وغيرها، مين جابهم؟ ليش ما بقى على نفس الحكاية؟ بينما هاي معناها هو متناقض ويا نفسه، وبنفس الوقت أبوه هو أبوه الصاق السياسة هي خسرانة لازم تخللها، وهم خالف طيب. أبوه على نفس الوضعية بالضبط. هاي إلى متى يا أخي؟ لا هو عايز المتظاهرين، لا هو مسوي لهم حل أو مسوي لهم فد وضعية، من كل الصفات هو مأدى الشعب يا أخي. تركه أو شكرا يا أحمد، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك للمشاركة. حيدر من المثنى آخر المتصلين، حيدر تفضل. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صادح مشانك أنا. حياك الله وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا حيدر. على هذا يقول لك أيوة، أنا بشرد عن هذا مقتدى المهدي. طيب. مقتدى المهدي شلون يعني عرف المهدي شلون؟ طيب. جن المقتدى هو متولي تظاهرين يقدمون على حقوق الناس، يعني فقير أنا هسا فقير ما عندك أي شيء، يعني إيش في هذا الزايد؟ يعني مقتدى هذا المهدي من يعلم؟ طيب. يعني السوالف الزايدة هذا. شكرا يا حيدر، كنت معنا من محافظة المثنى. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة على الواتساب مشاهدينا الكرام. رسالة من السيد عماد فيصل يقول: تحية لكادر قناة الرافدين، لقناة الرافدين وكادرها الوطني. ثورة مستمرة، وها هي المرأة العراقية الماجدة تسطر أروع الملاحم بالتضامن الفعلي والكل مع ثوار تشرين، رافضة ومستنكرة للإساءة التي تعرضت لها من قبل رموز الفساد، والثورة مستمرة حتى إزاحة هذه الطغمة الفاسدة. رسالة يقول أحد المشاركين: ولاء للوطن. السلام عليكم. الكلام لمقتدى، إحنا وين؟ كل الدول اتطورت على الثقافة، يريد يحكم مثل إيران. رسالة تقول: نشكر جهودكم المبذولة تجاه بلدكم وشعبه وما تقومون به من تغطيات لثورة تشرين، يستحق الثناء. طيب. رسالة: السلام عليكم، أحب أشكر قناتكم جدا لدعم المتظاهرين، كلش نشكر وقفتكم ويانا. أنا اليوم كنت بالمظاهرات النسوية وأفتخر جدا بهذا الجيل الواعي اللي ما راح يسكت عن حقه، ومستمرين إن شاء الله. رسالة تقول: السلام عليكم، أسعد بن السويد. لا يا أسعد، بدون تجاوزات. السلام عليكم، تحية لكادر القناة والمشاهدين. يقال أن أكبر خداع قام به الشيطان هو إقناعه للكثيرين بأن لا وجود له. هذا بالضبط ما يريد مقتدى، هو لم يحل القبعات الزرق، فأصحابها بأسلحتهم البيضاء والملطخة بدماء المتظاهرين موجودين بالتحرير. رسالة تقول: السلام عليكم، أم لمار من العمارة. عزيزي مقتدى، هل تعلم أن شيكاغو بها أشهر المستشفيات وبكل التقنيات العالمية وجامعات عالمية وقانون يحمي المواطنين والحريات وأمان وبلد نظيف؟ انظر للجانب الإيجابي لا تنظر للجانب الناقص. الخزي والعار على جميع المسؤولين، العراق بحالة سيئة، حتى نساء العراق رافضتكم، احترموا نفسكم واطلعوا من الحكومة. السلام عليكم. السيد مقتدى ما له حق يحرم أو يمنع وجود المرأة بالمظاهرات. شيء ثاني، مقتدى هو مرجع، خلي حرمه بكيفه. السيد السيستاني راضي. طيب. طيب هو راضي على القتل؟ ماذا نفهم يعني؟ أطالب من الأمم المتحدة أن تعتبر جرائم القبعات الزرق حرام، جرائم ضد الإنسانية، ومحاكمة مقتدى الصدر.
في رسالة أبو بكر من بغداد، تحياتي لكم جميعا لقناة الرافدين التي تنقل صوت الحق، شكرا يا أبو بكر. وفي رسالة، السلام عليكم، أنا قبل شوية خبرتكم محمد من السماء وليس أحمد، شكرا يا محمد. نعم، يقول رأيي ولا شأن للرافدين فيه، على المتظاهرين تسمية الأمور بمسمياتها ولا يلتمسوا الأعذار لما يسمى القوات الأمنية، والسؤال كيف لهم إطلاق النار في الهواء وهم يبصرون مجرمي الأحزاب وهم يطلقون النار على صدور الشباب الأحرار، وهم يرون أصحاب المخدرات في المقاهي، وهم يرون السراق في الدوائر. وفي آخر الرسالة، آخر رسالة لدينا، السلام عليكم، شكرا لقناتكم الكريمة. سيد مقتدى، أنت رجل دين، إيش دخلك بالسياسة ودم الأبرياء؟ ما عندك صلاحية تسوي هيك للشعب. أبو أمير من الناصرية، شكرا يا أبو أمير. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.